عندما انتفض من على زراع يومه ليرد على القوم كله السلام. أسأل سيدنا أيوب عندما ابتلي بمرض في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج، أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أسأل السيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل سيدنا محمدا عن يوم الأحزاب. سأل عبد الله بن الوصل قال ما الجديد في حج هذا العام؟ قالوا وجدنا امرأة تتحدث بالقرآن. قال بحثت عنها حتى ألقيتها، فلما لقيتها أقرأتها السلام. سلام الله عليك يا أمة الله. قالت سلام قولا من رب رحيم. قلت لها من أين أتيت؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قلت لها أنت متزوجة يا أمة الله؟ قالت وهذا بعلي شيخا كبيرا. قلت لها معك أولاد؟ قالت أو زوجهم ذكرانا وإناسا. قلت لها ما أسماؤهم؟ قالت واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب مريم. قلت لها معي زاد، أتريد أن تأكلي؟ قالت إني نظرت للرحمن صوما. قلت لها معي راحلة، أتريد أن تركبي؟ قالت وما تفعل من خير يعلمه الله. عند الركوب قالت كل المؤمنون يغضوا من أبصارهم. عند الاستواء قالت سبحان الذي سخر لنا هذا. عند النزول قالت رب أنذرني منذر صدق وأنت خير المنذرين. فلما أتى العام القادم علمت أنها قد توفاها الله، فجاءتني في ليلتي في المنام فسألتها يا أمة الله كيف لقيت الله؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد أن انقطع الإرسال عن هذا المكان وتمخض النهار ليلد إلينا ليلا جديدا وتلمع في سمائه النجوم، فالجالس معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك يجب أن يقدم التحية إلى حضرة النبي المصطفى العدنان، وتحيتنا إليك هي الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. يتلى علينا من آيات الله البينات فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أحمد محمود أبو الوفا السعيدي ابن نبد بيت القراء الأجلاء والمقيم بمحافظة القاهرة. أسأل الله العلي القدير له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زال
مما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بصدقهم
ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله Yeah.
يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وآتينا الزكاة وأنت
النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ¡Dale!
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والخاشعين والخاشعات والمتقين
المتصدقين والمتصدقات الصائمين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها المؤمنين حرج في
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها Oh!
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه
داعيا الى الرحمن ادعوت فاهتزت لك الثقلان اخرجت قومك من اظاليل الهوى وهديتنا لعباده الواحد الديان هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام التفت القلوب والافئده حول ايات الواحد الديان فعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي قد عزف على اوتار القلوب بايات رب العالمين سفير من سفراء القران الكريم قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي وابنت بيت الاجلاء فضيله القارئ الشيخ الدكتور احمد محمود ابو الوفا الصعيدي على التلاوه بمصر والعالم الاسلامي كله المقيم بمحافظه القاهره نقلنا لكم هذه التلاوة عبر أسير موجات إذاعتنا العاملة الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية وقدرة قصور الضيافة أدخل محطات الديزل الكبرى لصاحبها الحاج أشرف الأطروني المقيم بمركز ومدينة طوخ شاكرا ايضا الى صاحب خدمة التصوير والانترنت الباش المباشر الباش مهندس احمد الجعبري باسم اسرة الراحل الكريم وجميع العائلة يتقدمون جميعا بخالص الشكر والعرفان الى كل من اتى الى هنا معديا واجب العزاء بخالص الشكر يقول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا